السلام عليكم الاخوان، معكم فهد الدرسي جديد اللي هو لا بروبابيليتي. والتيتر كما كتشوفوا ديال ليبيزود الاولى هو لي زارونجمون سون اي افيك ريبيتيسيون. باش بينا نعرفوا بلي هادو هما لي زارونجمون. لحقاش في التمرين اش قال لك عندنا واحد الصندوق فيه 6 د الكواري، وقال لك نسحبوا على التوالي 4 د الكواري من 6. يعني هل الاول بعد القناع بلي باش نعرفوا واش لي زارونجمون هادو ولا لا بيرميتاسيون. كاين فرق بين لا بيرميتاسيون لي زارونجمون. لا بيرميتاسيون كنعبرو ليها ب ان، لي زارونجمون كنعبرو ليها ب ا. المهم الشرط الاول راه كاين 3 الشروط. الشرط الاول قلنا في التمرين نسحبو 4 الكرات من 6. كون قال لينا نسحبو 6 من 6 يعني هذاك هو لا بيرميتاسيون، ولكن في التمرين قالنا نسحبو 4 من 6 و سميتو يعني 4 parmi 6 يعني 4 من 6. وفي التمرين اشنو قال لنا في التمرين؟ التمرين غنقرا عليكم دابا. قال لك في واحد الصندوق عندنا 6 ديال الكواري، قال لك اون تيغي سكسيسيفمون اي سون ميز 4 الكواري. والسؤال قال لك ديتيرميني لو نومبر دو ريزلتا بوسيبل. باش نعرفوا الشرط الثاني هو سميتو، راه قال لنا في التمرين قال لك اون تيغي سكسيسيفمون عفوا سكسيسيزمون. هاي نكتب عليكم اونتيغي سكسيسيزمون. هاو يعني قال لك على التوالي، يعني لورد كاين لورد يعني لوخت كاين. وقال لك عاوتاني اي سون هوميز يعني سون ريبيتيسيون، ما يمكنش لنا نعاودو. يعني دوك 3 الشروط باش نعرفو واش لي زارونجمون هادو ولا ماشي لي زارونجمون تحقو. قالنا لي هما 4 باغمي 6 ولورد كاين و سون ريبيتيسيون. يعني هادشي كلشي الا جمعتي غيعطيك لي زارونجمون سون ريبيتيسيون. هاد التلاتة كلشي ارونجمون سون ريبيتيسيون. والقاعدة ديالتو كتكتب على هاد الشكل هذا أ بي ان كتساوي ان فاكتوريال على ان ناقص بي فاكتوريال. دابا ما بقى لنا غير نوض، ولكن الى غتوضوا خاصكم تحسبوا. لحقاش ماشي بحال الباك، انا في لافاك خاصك تبين ديال القاعده وتحسب بشويه عليك تلقى النتيجه. يعني ا بي ان كتساوي ان، اش قلنا ان هي 6 مجموع الكواري 6 فاكتوريال على ان ناقص بي. ان هي 6 ناقص 4 هي 2 فاكتوريال. وهاجي كيما نخرجوها كيما شفتو في الباك، 6 فاكتوريال هي 6 في 5 في 4 في 1 في 4 في 3 في 2 في 1. هادي هي 6 فاكتوريال، و 2 فاكتوريال هي 2 في 1 اللي هي 2. يعني غنحسبو هادي، غندير بوز تنحسبها. فاش حسبناها لقينا فيها 360. دابا غنمشيو لحقاش قلنا لي زارونجمون سون اي افيك ريبيتيسيون. فهاد الاولى خدمناها سون ريبيتيسيون، هي فين درناها. في الثانية غنخدموها افيك ريبيتيسيون. افيك ريبيتيسيون هنا يعني لورد ما كاين، وهنا غنديرو غنحيدو هاد السون هادي، هاهي نحيدوها ونديرو هنا افيك ريبيتيسيون. والقاعدة ديالها كتكتب على هاد الشكل هذا. هكا هاد ا غادي تكون بحال هكا بي من ان. يعني اجي اش كتساوي؟ كتساوي لنا وهادي كتساوي لنا هي ان اس بي. ان هي ديما مجموع الكواري، و بي هي اللي قالنا في التمرين بي كيساوي 4. داكشي اللي زين نسحبو 4 من 6.
يعني كتساوي لنا ان هي 6 اس 4. 6 اس 4 كتساوي 1200 1296. لاحظتوا الفرق؟ الفرق بين افيك ريبيتيسيون سون ريبيتيسيون، الفرق فين كاين؟ المهم هذا هو التمرين ديالنا، وغنعاود ندير واحد الحلقة اخرى بهذا لي زافونجمون باش تفهموهم بزاف مزيان. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي في يوتيوب، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، واللي عنده شي تمرين ولا شي حاجة يصيفطو ليا، وغتلقاو لاباج ديالي في التحت في الديسكريبسيون، ديرو ليها لايك وصيفطوا لي شي ميساج الى عندكم شي مشكل ولا شي حاجة. ابوناو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.